ووجه الزعيم الكردي مسعود البرزاني لاستقبال وإيواء النازحين الإيزيديين من قضاء سنجار بعد احتدام المواجهات بين مسلحي حزب العمال والجيش العراقي، فيما أكدت قيادة العمليات المشتركة عدم السماح لأي قوة خارج الدولة تواجد في سنجار أو عرقلة الاتفاق مع الإقليم. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي أن الجيش العراقي فقط هو الذي يدير سنجار، وأي قوة ثانية لا نتعامل معها ولن نسمح لأي مظاهر مسلحة ولا لأي علم غير العلم العراقي، وواجبنا أن نحمي الشعب الإيزيدي والعراقيين عامة. في المقابل أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي عن قلقها إزاء توتر الأوضاع الأمنية في سنجار، موضحة أن السكان عانوا كثيرا في الماضي وهم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة ولا مكان للمفسدين الداخليين والخارجيين في المنطقة.